بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن. لو بتتابعونا من على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشيروا للفيديو، ولو بتتابعونا من على الفيس تشتركوا معانا في قناة عرب جروب على اليوتيوب. في البطارية اللي هي الحديد بالأرضيات اللي هي الإيطالي اللي من غير رجول. طبعا دي زي ما احنا شايفين عملنا منها كذا موديل، موديل صغير، موديل ثلاث ادوار، وموديل عملناه فك وتركيب متر في مترين. هنتكلم عن الموديل كده. اول موديل اللي هو الموديل المنزلي اللي هو الصغير، عبارة عن مقاس 60 في بطول درج السبل، يعني 60 في متر. طبعا درج السبل اهو تمام، وده المكان بتاع درج السبلة، وطبعا دي الأرضية اهي رابطينها بإفزان، ودي الواجهة بفتح وبقفل. التكلفة إن شاء الله بسيطة، يعني احنا طبعا عملنا الحديد وده الشبك الاسود، بس ان شاء الله هنحط شبك من اللي هو الشبك بتاع التحضين، اللي هو هات شبك تحضين كده، الشبك اللي هو الخفيف هنحطه من فوق من الجناب برضه عشان نقلل التكلفه، والحديد برضه محمل، فبرضه ممكن يعني ايه نهدي الدنيا شويه في شغل الحديد عشان نقلل التكلفه على قد ما نقدر. ده الشبك اللي هو بتاع التحضين هنخليه هنا من فوق من الجناب. طبعا المتر فيه عامل 8 جنيه فرخيص، المتر ده 13 جنيه، برضه هنوفر لنا 50 جنيه ولا 40 جنيه عشان نوفر في ايه؟ في الفلوس في سعر البطاريه. طبعا دي الواجهه، طبعا ده الباب اللي بفتح اجيب منه الفراخ بعد ما تكبر ان شاء الله يعني، ودي المكان اللي الكتاكيت بتاكل منه تمام؟ طبعا بضيق هنا على قد راس الكتكوت، لما الفرخ يكبر بوسع كده، وده المكان بتاع الايه؟ بتاع العلافه. طبعا العلافه موجوده، ارفع عادي، العلافه موجوده، دي العلافه العلافه ايه؟ بس طبعا العلافه دي 2 متر، المقاس ده صغير، هتبقى واضحه 2 متر تمام؟ امسك ده الموديل اللي هو ايه؟ يعني انا عامله كده منزلي، لو حد يعني في البيوت حب اللي يصمم الموديل دوت انا هديكوا المقاسات. لو اي حد عاوز يصممه اديله مقاسات واديله فكره. الشبك ده احنا هنبيعه، يعني الشبك ده احنا هنبيعه، بس ان شاء الله يكون بفينش مجلفن مش الكتروستاتيك تمام، والكتروستاتيك برضه ممتاز مفيش اي مشكله فيه. الارضيات طبعا عندنا، الشبك عندنا، كل اللي انتوا تعملوه هتعملوا التصميم الايه؟ الحديد. انا ممكن اديكم المقاسات اللي هو الطول والعمق والارتفاع ودرج السبلة قد ايه والبطاريه قد ايه، وطبعا الارتفاع ده كده كبير، يعني الارتفاع ده كده كبير، ان شاء الله احنا برضو ايه هنحاول نقلل منه ايه؟ يعني حوالي 15 سم ولا حاجه هنوفر برضو في الحديد. ده الموديل الاولاني تمام؟ اللي هو الموديل اللي هو يعني ايه تربيه منزليه. طبعا ده دور اثنين، ممكن اعمل ثلاثه، ممكن اعمل اربعه، بس هنا كبير هنقلل شويه، هيبقى اربع ادوار زي ما انتم عاوزين، وده يدخل من اي باب، بيدخل من اي مكان. ده اول موديل، ده اللي هو للتربيه المنزليه تمام. طبعا الكلام ده زياده اوفر شويه، طبعا لو عملنا بالافزان ماشي، حد طبعا عاوز يعمل حاجه عاليه ممكن يعمل الشبك الاسود، عاوز حاجة أقل يعمل شبكة التحضين، كل ده في إيدينا. وبالنسبة للشبك اللي فوق أصلاً مفيش أي تأثير عليه، أو اللي في الجنب، أهم حاجة الإيه؟ الأرضية، والأرضية طبعاً زي ما أنتم شايفين محملة جداً جداً يعني. ده أول موديل. ثاني موديل برضه هو نفس الموديل بتاع التربية المنزلية، ولكن يعني إيه عملناه أربع أدوار مترين. عملناه أربع أدوار إيه؟ في مترين. زي ما احنا شايفين دي الواجهه برضه اهي تمام، ده الباب بنفتح منه الباب اهو،
نفتح منه ده المكان. لو قربنا هنا كده قرب كده يا احمد طبعا هنا كده عشان ايه الفرخه تمام. لو قللنا كده خليناها في النص كده عشان الايه الكتكوت. طبعا هات العلافه كده طبعا العلافه هي ليها طبعا علافه العلافه يبقى لها حامل بيثبت هنا كده ولا العلافه اهي بتركب بالمنظر ده دي العلافه اهي تمام. طبعا علافه مغلفنه وزنها 2 كيلو 650 2 كيلو 700 عشان ما حدش برضو ايه يعني يقول هو بيع علافات اقل من عرب جروب. العلافه عندنا محمله بالوزن وبلاش حد يقول لك 6 مللي و7 مللي و8 مللي و9 مللي و20 مللي والكلام دوت. لا احنا اي حد يقول لك العلافه مش عارف ايه يقول وزنها قد ايه. عندنا علافه وزنها 2 كيلو 700 وبنبيعها 50 جنيه عموما يعني. بس طبعا يعني ايه الاسعار بتطلع وبتنزل بس احنا بنتكلم في الوقت ده. طبعا دي البطاريه طبعا محمله تمام. قلنا الشبك الاسود اللي في الجناب وفوق ان شاء الله هنغيره وهنعمله شبك من اللي هو شبك اللي هو بتاع التحضير عشان على قد ما نقدر على قد ما نقدر نوفر على قد ما نقدر نوفر. طبعا يعني عاملين اثنين باب عاملين اثنين باب باب هنا اهو وباب هنا. في ناس بتعمل يعني ممكن تعمل باب في النص بس احنا عملنا باب بابين عشان يعني ايه اطول من هنا كده اهو نص البطاريه وجايب لجوه وباب هنا بحيث برضه ايه اتناول من الناحيه دي يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم كده وتبيعوا الفراخ. طبعا درج السبله عاملين له درج سبله اهو حاجه سهله جدا اهو. خد الدرج الثاني كده حطينا درج السبله تمام. طبعا دول اللي تحت نفس النظام واللي على الارض طبعا حضرين كمان كده ادي درج السبله اهو. حط الدرج الثاني كده تحت الارض طبعا مش لازم نعمل حامل حديد تحت ونكلف نفسنا يعني اصل كده كده يعني الزرع بتاع الفراخ هينزل على الدرج. ده المنظر النهائي ليها للعلافه للسوري البطاريه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. درج السبله اهو بصراحه جميله عجباني طبعا تسلم ايد اللي عملها طبعا مش انا حد طبعا ايه مهندس هو الراجل محترم هو اللي ايه تعب وعمل الشكل دوت. انا بعرض بس البيبان زي ما انتم شايفين. احنا طبعا زي ما اتفقنا هنبيع الشبك ده وعندنا درج السبله وعندنا الارضيه وعندنا الوش عندنا كل حاجه. كل مطلوب منكم حداد كويس عندكم هديكم المقاسات طول قد ايه عرض قد ايه مسافه درج السبله قد ايه خلاص. اي حد عنده فكر هيعملها مش محتاج اي حاجه. دي احنا هنبيعها ده كده احنا هنجيبه تمام. الحديد طبعا عشان نقل وكده وتكلفه مش هنجيبه بس لو حد طبعا عاوز بطاريه اتنين وهو معاه عربيه وحب يجي ياخد البطاريه هنبعتها له. ده بالنسبه للايه للموديل ده. في موديل تاني عملناه تمام ده الموديل اللي هو الكبير تمام. الموديل ده عملناه فك وتركيب. طبعا البطاطا في الاول دي ممكن نعمل دورين وثلاث ادوار واربع ادوار عادي يعني. الموديل ده فك وتركيب. فك وايه وتركيب مترين في متر زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. البطاريه دي كده بتتفك اهي. بص احضرها من جوه كده. في مسمار هنا اهو ادي واحد وفي واحد تحت ده بيتفك وده بيتفك لوحده وده بيتفك لوحده من هنا اهو. المسمار ده بيتفك اهو افك دي افك المسمار ده افك المسمار اللي تحت هيبقى ده يعني دي فك وتركيب سهله جدا مفيش فيها اي مشكله خالص. طبعا برضو درج السبله
بس المره دي بقى نحطه كده، نحطه بال نحطه الاثنين مع بعض. كده بالنسبه ل خلاص سيفي كده دول بالسمنه اهو. حط طبعا علافه ستاج نفس النظام، بركب الحامل هنا ونحط العلافه الصاج. تمام، نحط العلافه الصاج على المنظر ده طبعا اهو، وزي ما قلنا تمام عشان الكتاكيت الباب ده يروح بيجي معايا. تمام كده عشان الايه الكتاكيت العمر الكبير فراخ بخليها ايه نفس المسافه. ده الباب اهو، باب واسع اهو، ربنا يكرمكم بقى ايه لما ان شاء الله تيجي تبيعوا وبتمدوا ايديكم من هنا وتطلعوا الفراخ. البطاريه ممكن تعملها دور واثنين وثلاثه زي ما قلنا، كل حاجه في البطاريه عندنا. الحديد امر سهل، اي حداد يعني لو لسه متعلم حتى وخد المقاسات هيعرف يعمل البطاريه. اي استفسار اي فنيات يا ريت تسيبوها في التعليقات، واللي محتاج يسال عن اي حاجه احنا بنجاوب على اي سؤال. بالنسبه للاسعار انا بقول الاسعار في التعليقات، بالنسبه للمقاسات اللي عاوز مقاسات هكتبها له في التعليقات. اللي عاوز بطاريه جاهزه ممكن نعملها له بس هو يستلمها. البطاريه ديت اللي هي فك وتركيب مكلفه، محمله ومكلفه. اللي في الاول ده مش مكلف. ربنا يخليك يا فندم. الوش ان شاء الله بنبيعه. تمام؟ الارضيه طبعا نسينا نتكلم، طبعا البطاريه طبعا فيها خطوط نبل اكيد طبعا، ما انتوا عارفين. هات خط نبل كده، خط نبل طبعا بيت خط نبل والسيفون، السيفون بيتحط هنا كده، بيتحط الجردل او السيفون وينزل منه الخرطوم وبيمشي هنا يعني مقصود خط ميه. بس طبعا انا ما بعملها ان شاء الله واجربها لكم كمان يعني. ده بالنسبه للبطاريه، خط نبل عندنا، السيفون عندنا، درج السبل عندنا، العلافه الصاج موجوده ان شاء الله، كل حاجه موجوده. الواجهه دي ان شاء الله موجوده باذن الله، ناس كتير سالت عليها وان شاء الله احنا هنبيعها برضو ايه، هنبيعها بسعر يعني ان شاء الله انتم مش هتصدقوا السعر خالص باذن الله تعالى. ده طبعا دي ده خط الميه طبعا مش بيدخل من جوه طبعا. الواجهه دي ان شاء الله هنبيعها وهنبيعها بسعر كويس جدا 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 يعني باذن الله تعالى. يا ريت بقى تتابعونا وتعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا معنا في القناه علشان تتابعوا معانا الفيديوهات الجديده والتصاميم الجديده للبطاريات. شركه عرب جروب، معدات مزارع الدواجن.